السلام عليكم ورحمه الله. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم كيكه ديال التفاح، كتجي رائعه بزاف، كتجي بنينه. نتمنى ان شاء الله تعجبكم. بقاو معايا باش تشوفوا الطريقه والمقادير اللي غادي نحتاج في هذا الكيك. المقادير بساطين بزاف وفي المتناول ديال الجميع. غادي نحتاجوا في هذا الكيك هادي، عندي هنايا كاس الا ربع ديال العنبه اولا نص كاس، يعني متكثروش السكر بزاف. عندي هنايا كاس الا ربع ديال الزيت، عندي الفاني، وعندي دانون ديال يوغورت ديال البنان. عندي هنا جوج كيسان ديال الطحين، وعندي جوج خمارات. هذا كاس ديال العنبه ديال السكر، غادي نحتاجو نديرو كراميل، وربعه ديال البيضات، وقبيصه ديال الملح ضروريه. صافي، غنبدا اول حاجه هي غادي ندير السكر في كاسرونه اولا مقله اللي ما كتلصقش، غادي نديرها فوق من العافيه تكون مهيله حتى يولي لنا على شكل ديال كراميل. غنجيب هنايا الليمون، عندي دهنتو من الجناب كي ديما، ودرت هنايا ورق ديال الزبده. صافي، غادي نجيب هنايا الكراميل ديالنا من بعد ما وجد كيولي هذا اللون هذا، ما تخليوش تيتحرق. صافي، غير كيبدا كيدوب من الجناب كنحركوه حتى كنحصلوا على هذا اللون هذا. انتما غير يكون باين لكم مزيان، ساهل بزاف. انا صافي غادي نخوي في المول كامل الكميه كلها اللي عندي، وغادي نسرحو هكا على المول كامل. هذاك الشيء اش قلت لكم، ما تكثروش السكر في الكيك باش ما تجيكمش ثاني حلوه بزاف. غادي ديروا غير نص كاس ديال العنبه فقط، كافيكم. انا عندي الكاس صغير، جاتني فيه كاس لاروب. صافي، هنا غادي نخليو الكيك، نخليو المول ديالنا غادي يبرد شويه. صافي، غادي نجيبو هنا التفاح، قطعته هكا غير طريفات عشوائيين، ودرت ليه شويه ديال الحامض باش ما يكحلش. غادي نسدوه هنايا، انا مازال غادي نزيد شويه ديال التفاح حتى يعمر ليا المول ديالي كامل. تبقى على حسب القياس ديال المول اللي عندكم. درتو هكا طريفات غلاضين باش ملي كيطيب كيبقاو هكا باينين وسط من الكيك كيف غتشوفوا معايا. صافي، هنا عمرته، وغادي نخليه نحطوه هكا على جنب. صافي، دابا غادي ندوز باش غادي نوجدو الكيك ديالنا. غادي ندير الفاني، وغادي نضيف هنايا مع السكر فيه قبيصه ديال الملحه، غنضيف البيض، وغادي نطربهم مزيان مزيان حتى يطلع لينا الخليط ديالنا. ممكن لكم في هذه المرحله تستعملوا غير الفوي، ولكن طلعوا مزيان البيض والسكر. صافي، هنا جبت الزيت وجبت اليوغورت، غادي نبقى كنضيفهم شويه بشويه ولكن حتى يطلع لينا الخليط طيب اللي بيض، شويه بشويه باش ما يهبط ليناش الخليط وما نديروهش كله دقه واحده. صافي، غنضيف حتى اليوغورت هو بشويه بشويه. ممكن لكم تضيفوا حتى نص كاس ديال الحليب مع اليوغورت هو. صافي، هذا هو القوام ديالنا اللي حصلنا عليه. غنبداو كنضيفو هنايا جوج كيسان ديال الطحين حتى هما بشويه بشويه، وغنضيف معاهم جوج خمارات، وغادي نخلطو غير بشويه باش ما يهبط ليناش الخليط ديالنا اللي حصلنا عليه. هكا كيجينا الكيك ديالنا مفشفش، وكيجينا رطب من الداخل، ما كيجيش مدقس. صافي، من بعد ما حصلنا على الخليط ديال الكيك ديالنا على هذا القوام هذا، غنجيبو المول اللي فرشنا فيه الكراميل والتفاح، غنبقى كنضيف هكا حتى كنغطي التفاح كامل. كيف كتشوفوا الطريفات كبارين غادي يجيو داخلين في الكيك، كتجي رائعه بهذه الطريقه هذه. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. صافي، الفران يكون بارد، كنشعلو غير من التحت ما بين 160 حتى 180. صافي، حتى كطيب لنا الكيك ديالنا كنشعلوها الفوق تحمر شويه. هنا من بعد ما قلبتها خليتها تكون باقا شويه سخونه، ما تكونش بارده، باش تحيد لكم هاد الورق ديال الزبده اللي درنا. كيف كتشوفوا كتجي معسله بحال هكا، ما تجهدوش على الفران باش ما يتحرقش لكم من التحت، كتجي معسله، كتجي رائعه هاد الكيك هادي. وهذا هو الشكل النهائي ديالها من بعد ما زوقتها هكا، غير دهنتها بالكونفيتير اولا العسل اللي عندكم، وكديروا شويه اللوز ايفيلي من الجناب. صافي، وغادي نقطع لكم هنايا باش غتشوفوها كيفاش كتجي من الداخل، كيفاش كيجي التفاح داخل في الكيك ديالنا. نتمنى ان شاء الله تجربوا هاد الكيك هادي. شفتوا كيفاش كيجي هنا التفاح، وكيجي طايب وزوين وداخل في الكيك. بالصحه والراحه، ونتلاقاو في فيديو اخر جديد. سلامه.